الشخصيه المغناطيسيه دي ما بتبقاش احنا، يعني احنا بنبقى جزء من المغناطيس بس مش احنا. الشخصيه المغناطيسيه دي اللي بتجذب كل البني ادمين اللي بيدوهم خوازيق في الحياه. ايه مواصفات الشخصيه المغناطيسيه؟ انا هتكلم عننا احنا كبنات، يبقى قاعدين مثلا ايه لسه بنتعرف على بعض وبنات وبنتصاحب، يبقى قاعده جنبك واحده تحسي ان انت مش مرتاحه لها كده، في حاجه غلط، وتروحي برجلك للي هتديكي خوازيق وتحكي معاها وتحبيها وتصاحبيها وتستلطفيها. في كده مغناطيس بياخد كل الاشخاص اللي مش شبهنا، اللي فعلا هيعملوا حاجه تاذينا. هو ده الشخص المغناطيس بعينه، ويبقى عارف انه في حاجه غلط. ايه ده؟ ويقول لك لا اصل انا حاسس ان لا 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 دي طيبه ودي جميله دي لطيفه، لا 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 مستحيله تديني. ويطلع الشخص اللي انت كنت ظانن فيه انه مش لطيف يطلع هو ده البني ادم الطيب، والشخص اللي انت ارتحت له اللي انت انجذبت ليه يطلع هو ده الشريف. هو ده الشخصيه المغناطيسيه. انا بتكلم على البنات، الولاد جاي دور. بس انا خدت وقت كتير جدا علشان افهم ازاي اتلاشى الشخصيه المغناطيسيه دي، ما بقاش شخصيه مغناطيسيه، بس بحاول لسه بحاول. بس اكتشفت ان الناس اللي احنا بنجذب لهم قوي 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 بنسيب. مثلا انا بتكلم بقى على الاصحاب، البنات ما شاء الله على طول بيبقوا منافسين على بعض، اللي الناس اللي بنروح لها مره واحده دي وبنحكي وبيطبطبوا واحكي وقولي ومالك وانا حبيبتي، اللي بنجذب من غير تفكير، من غير ما نعرف الباك جراوند بتاعتهم، من غير ما نعرف عملوا ايه مع اصحابهم قبل كده، هم دول اللي دايما بيطلع من وراهم المشاكل كلها، لان احنا بنبقى عرفناهم من غير ما نفكر، من غير ما نفكر هم مين، علاقاتهم باصحابهم ايه، كويسين ولا مش كويسين. فتتلاشوا الشخصيه دي. عشان تتلاشى الحته دي او تتلاشوا الجزئيه دي في شخصيه المغناطيس، خلاص احنا عرفنا ان احنا من الاشخاص المغناطيسيين. ونحلها ازاي؟ خلاص احنا بننجذب للاشخاص الخطا، بننجذب تاني للاشخاص الخطا. نعمل ايه؟ اول ما تحسوا كده بالانجذاب مش طبيعي للناس ومرتاحين لهم قوي، اعملوا ستوب، فكروا شويه، خدوا قراركم. لا افتكروا ان انتوا مغناطيس للناس الغلط، مغناطيس للمشاكل، مغناطيس. يبقى فكر يمكن اللي انا قلت عليه مش حلو ده يطلع حلو، وادي فرصه بقى للناس اللي انا مش مرتاحه لها. يعني ابتديت بقى اعمل ده مؤخرا لما لقيت ان انا وانا كل ما اقابل حد وافكر يبقى عندي صحبه ويبقوا ناس قريبين يطلعوا من زي ما انا كنت متخيله، لا ده انا شخصيه فعلا انا ينطبق عليا شخصيه مغناطيسيه. اعمل ايه؟ بقيت افكر في الناس اللي انا مش مرتاحه لهم، مش يمكن يطلعوا كويسين ويطلع الناس اللي انا ارتحت لهم هم اللي مش تمام. فده علاج الشخصيه. والكلام ده كمان ينطبق في الحب، يعني لما تشوفوا حد بسرعه، الناس بس البنات اللي بتبعت لي تقولي انا اخترت غلط واختياري وانا ما فكرتش، لا برضو الانجذاب اللي مش طبيعي اللي بيجي من غير تفكير ده مره واحده، لا لا ده بيبقى الشخص المغناطيسي اللي بيتشد. ده بتبقى حاجه غصب عننا على فكره، حاجه كده في طبعنا انه غصب عننا ما بنعرفش نفرق بسرعه. دي بقى بتبقى راجعه للطيبه، الطيبه زياده عن اللزوم من البني ادم، انه بيبقى طيب قوي فبينخدع بسرعه في الكلام الحلو اللي بيتقال او اللي بيسمعه، لانه بيبقى مستني يدور على العلاقه دي السويه، العلاقه اللي فيها طيبه وحب ودلع، فما بيشوفش الجنب السيء وبيفضل ماسك في بدايات الحلوه اللي هي لا ده كان بيدلع، لا دي كانت بالطبطب، لا دي كانت لطيفه، فبيفضل فاكر البدايات اللي هو ما بيشوفش الجنب السيء للطرف الثاني او للشخص الثاني، بيفضل فاكر الحته دي اللي كان محروم منها طول عمره او مستنيها. بنفضل مقتنعين ان الاشخاص اللي احنا ما ارتحنا لهمش دول هم اشرار ووحشين، مع ان في الحقيقه بيطلع دايما ان الاشخاص اللي احنا بننجذب لهم بطبعنا، يعني الفطري بتاع ان احنا بندور على دايما الناس اللي مش شبهنا او بننجذب للناس اللي مش شبهنا، بيطلعوا هما الكويسين، وفي الاخر الفيلم بيطلعوا الناس اللي احنا ارتحنا لهم هم الاشرار. فكيفيه الابتعاد عن الشخصيه المغناطيسيه ازاي، او تتلاشى ان انت تبقى شخص مغناطيسي، الناس اللي بترتاح لها فكر فيها، الناس اللي ما بترتاحلهاش اتكلم معاها، بس هو كده هي القاعده كده، الناس اللي ما بترتاحلهاش اديها فرصه، الناس اللي بترتاحلها اركنهم على جنب شويه، بس كده. مبسوطه ان انا رجعت اتكلم معاكم، مبسوطه بتشجيعكم، مبسوطه بكلامكم الحلو اللي بتبعتوه لي والبنات الحلوه، ومبسوطه ان انا رجعت ارد على الرسائل كلها واقراها، مبسوطه ان انا بقى عندي اصحاب. احلى حاجه خدتها من السوشيال ميديا انه خلاني اعرف ناس واحبهم من غير ما اشوفهم، من غير اللي يقول على السوشيال ميديا دي وهميه، لا 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 انا عملت اصحاب من السوشيال ميديا، بنات زي القمر ولطاف وبيخافوا عليا وبيحبوني وبيسالوا عليا، يكفي ان انا لما اغيب شويه بلاقي الناس دي بتبعت لي، واخوات ولاد جمال
اقول لكم نفسي اشوفكم كلكم مش محبطين وفرحانين، ودايما يا رب افضل كده في عينيكم بديكم طاقه ايجابيه. بتفرحوني، بتعملوا ايام، بتشحنوني، بتدوني باور. فرحانه ان انا رجعت لكم، فرحانه ان انا رجعت اتكلم معاكم تاني. والاحساس ده ما بيجيش الا لما بتبقى حاسس ان انت راضي عن حياتك وانك نجحت في حياتك، فبتقرر ان انت تفيد الناس من خبرتك. لان لما بتبقى واقع في حاجه ما بتعرفش، او انا عن نفسي اتكلم عن نفسي، ما اقدرش ادي حاجه انا مش بعملها، مش حاسه ان انا في الوقت ده اقدر ادي نصيحه انا مفتقداها. فمعرفش اخالف ضميري واقول ادي نصيحه وانا مش حاسه بيها او انا مش عامله بيها. فكلنا عندنا ups and downs، كلنا بنحس ان احنا ساعات فوق وساعات تحت، وساعات نفسيتنا سامحه لده وساعات ما بتسمحش لده. فانا من الناس اللي بحس ان انا راضي عن نفسي في وقت معين بطلع ادي كل العالم طاقه ايجابيه، وانا حاسه ان انا دلوقتي بنور طاقه ايجابيه. وسعيده بحياتي، سعيده بعائلتي، سعيده بشغلي، سعيده بالخطوه الجديده اللي باخدها في شغلي، سعيده بيها جدا، سعيده بكرم ربنا، سعيده بالناس اللي بيبعت لك ناس تدافع عنك وتحبك من غير ما تعرفك، وده كرم الدنيا اللي هو بكنوز الدنيا. سعيده بكل حاجه، سعيده بشكلي، مرتاحه، بحب شكلي، شعري، كلي. وده اللي انا بطلبه، تحبوا نفسكم وارضوا عشان تتراضوا.